سنابل القمح هذه. تفاخرت دمشق لسنوات بأنها وصلت إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاجها. جاءت الحرب لتدمر جهود سنوات طوال. انخفض إنتاج البلاد إلى أقل من 30% مما كان عليه عام 2011. تحديات أثقلت كاهل الفلاح السوري، لكنها لم تكسر إرادته في رعاية محصول استراتيجي لبلاده. اليوم احنا سنة سنة بساحة حرب، لأن المازوت ما عندنا، المازوت ما عندنا، قمنا نشتري المازوت من السودة، السودة ما كلها. اليوم شيء استمعت سنة ناخذه يوم أولي ب 82 83، ناخذه بايش 50 ليرة، اليوم جاء ناخذه مليون. قسمت الحرب الجغرافية السورية إلى 3 ساحات: سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ومن خلفها القوات الأمريكية على منطقة الجزيرة السورية، ومنع الفلاح في هذه المنطقة من تسليم محصوله لدولته دفع دمشق إلى العمل على استصلاح مساحات جغرافية جديدة لزراعة القمح في أرياف دمشق وحلب وباقي محافظات البلاد. كذلك قدمت تسهيلات للفلاحين علها تتمكن من استجرار كامل القمح المنتج. أطمن الأخوة الفلاحين، وهذا أهم شيء، أن التسويق في هذا العام سيكون سلسا جدا. بالنسبة للقيم الحبوب في هذا العام ستكون كاملة المبلغ بالنسبة للأخوة الفلاحين ودفعة واحدة. أيضا المحروقات بالنسبة للحصادات ووسائط نقل متوفرة في هذا العام، نقل المحروقات مسموح ونقل الأموال مسموح ضمن المحافظة الواحدة. 44 مركزا لتسليم القمح المنتج توزعت على كامل جغرافيا البلاد. تتطلع دمشق إلى أن يقارب محصول القمح لهذا العام حدود 1 مليون طن، بما يزيد على 300,000 طن عنه في العام الماضي، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى قرابة 2 مليوني طن لتوفير متطلباتها من القمح، وهي كمية يمكن توفيرها لولا إجبار قصد الفلاحين شرق الفرات على عدم تسليم قمحهم للدولة السورية. لطالما تفاخر السوريون بهذا المحصول، اكتفاء ذاتي حققته سوريا من محصول القمح لسنوات قبل حرب حرمت المواطنين من حبة قمح تشكل اللبنة الأساسية لرغيف خبز، تحاول الدولة السورية اليوم تأمين الحد الأدنى منه في ظل احتلال واشنطن وفصائل مسلحة تابعة لها للجزيرة السورية التي تشكل خزان القمح السوري. رضا الباشا من ريف حلب الشرقي، الميادين.